ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العالمين هيستضيف حفل أساتذة بيت العود في مشاركة هي الأولى في فعاليات مهرجان العالم عالمين، وبيقام بمشاركة نخبة من أساتذة بيت العود هم محمد يحيى، سلمى مختار، ومايكل أونسي. النهاردة هيحيي القيصر كاظم الساهر حفل في مدينة العالمين الجديدة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين 2024 اللي بيقدم من خلاله مجموعة كبيرة من أغاني القديمة والجديدة اللي بيعشقها جمهوره. وحرص القيصر كاظم الساهر على الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، ونشر برومو ترويجي للحفل معلقاً عليه: موعدنا في العالمين الجديدة وسهرة من العمر ضمن جولتنا العالمية بين الأمس واليوم، لا تفوتكم، احجزوا مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان. كمان النهاردة وفي إطار خطة وزارة الثقافة المصرية للنهوض بكفاءة العاملين بالوزارة، بتقيم دار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان استراتيجيات تطوير الذات لتحقيق الجدارات الوظيفية. بتقام الندوة في تمام 10:30 صباحاً بقاعة محاضرات مركز التنمية البشرية بمقر الدار بكورنيش النيل، وبتستهدف موظفي دار الكتب والوثائق القومية.